الراديو 90 هواها مصري. رجعنا معاكم مرة تانية في حال بلدنا، وزي ما قلنا حلقتنا النهاردة عن المؤسسات العقابية للأحداث، أو زي ما احنا بنقول عليها الأحداث. احنا دايما متعودين ان لما الأطفال بيتحطوا في حتة يقول ده راح الأحداث، ما تقبطش عليه. طيب احنا عايزين نعرف المؤسسات دي شغالة ازاي، ايه هو مين هم الأحداث، هل اتغيروا طبقا للقوانين، تعريف الحدث نفسه ازاي، بيتم التعامل في المؤسسات دي، هل ربطهم بالدراما. ناس كتير ما بيتعرضوش، يمكن زي ملاجئ الأيتام الناس بتعرف تروح تزورها، يعني المؤسسات الخيرية الناس بتعرف تروح تزورها، لكن أهل الحدث أو الطفل اللي بيتمسك بس هم اللي بيروحوا يزوروه، فمش عارفين الأوضاع بتكون موجودة إزاي داخل المؤسسات العقابية. إحنا بيشرفنا في الاستوديو النهاردة في الراديو 90 وبرنامج حال بلدنا الأستاذة فاطمة عبد الباسط، المدير الاجتماعي للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج. منورانا يا فندم في حال بلدنا وراديو 90. ميرسي يا حبيبي. في البداية كده يا فندم، لو حابين إن إحنا نوضح للناس سريعا، أنا طبعا هروح لحضرتك امتى وقد ايه المدة اللي تعاملتي فيها حضرتك مع الاحداث، لكن لو سريعا عشان الناس وهي سمعانا مين هو الحدث. انا افرق بين حاجتين بس. المؤسسة العقابية للاحداث اللي انا بشرف بادارتها هي المكان الوحيد على مستوى الجمهورية اللي فيه الابناء اللي هم واخدين احكام قضائية ومن سن 15 ل 18. الولد ده يعتبر المكان اللي احنا فيه سجن، لان احنا معانا من 15 ل 18. كان الاول لغايه 21 سنه، بس القانون اتعدل بقى لغايه 18. احنا المكان الوحيد اللي مكان حبس فعلا، لان احنا معانا جهه شرطيه. الولد ما يقدرش، يعني في احداث تانية مؤسسات احداث دول اطفال الشوارع او اللي هم او اللي هم مثلا اتمسكوا في قضايا قبل سن ال 15. ده بيبقى عنده حريه شويه في الحركه هو واسرته، وممكن لو الولد في مدرسه بيطلع يروح مدرسته ويجي، لو الولد بيشتغل بيروح شغله ويجي. لكن في العقابيه هي سجن. سجن بس بتضم الاحداث من سن 15 ل 18. يبقى احنا كده عرفنا كمان المؤسسه وفرقنا وما بين الحدث نفسه او الطفل اللي هو اللي في بيعاقب هنا زيه زي السجن. طيب احنا خلينا نوضح للناس ونبسط لهم الموضوع. هنقول ما قبل ان هو يدخل المؤسسه العقابيه واثناء وبعد، خلينا ناخدها لينك كده. ما قبل المؤسسه العقابيه، من خلال حضرتك بقالك قد ايه في المؤسسه، وهل دي اول مره تبقي ماسكه مؤسسه عقابيه بما انها المؤسسه العقابيه الوحيده في مصر؟ انا بقالي 3 سنين ماسكه المؤسسه، وانا اول ست مديره للمؤسسه العقابيه. اختلف في ايه الموضوع اول اختلف ست؟ كتير جدا. طبيعة الراجل، أولا الجانب الشرطي بيبص الولاد دول من جهة الأمنية، لأن هو دي طبيعة شغلهم، إن ده مجرم وعمل جريمة وجاي عندنا. الراجل بطبيعته ما عندوش الأمومة، ما عندوش حتة إن إن الولد دوت من 15 ل 18 فهو طفل، فأنا ممكن كان ابني يعمل غلطة بعد الشر ويبقى في مكانه. ففي أطفال كتير جايين، هتلاقي جرائم كتير ما هوش أساسا مجرم، هو طفل أخطأ وعمل حاجة أدت بيه أنه هو بقى في نزاع مع القانون فجاء عندنا في المؤسسة. فاللي اختلف أن أنا من أول ما بيخش من باب المؤسسة أنا بعتبره يعني ابني، وأنا كل ولاد بيقولوا لي ماما على فكرة في المؤسسة العقابية. ده حاجة محترمة جدا والله. الحمد لله. بعتبره ابني وببتدي أتعامل معاه. أنت غلط، كلنا بنغلط، مش حد، إحنا مش أنبياء. انت غلطت وعملت غلط وتعاقبت عليه ان انت اتحبست، حريتك اتحبست، ما تقدرش تخرج، ما تقدرش تشوف اسرتك، تقعد معاهم، ما تقدرش تعمل اي حاجه غير ان انت محبوس. المدد اللي بيقعدها قد ايه محبوس، او حوالي من كام لكام؟ احنا عندنا بص كل انواع الجرائم موجوده عندنا. من سرقه لقتل لهتك عرض، كل الانواع، يعني كل حاجه، مخدرات، كل انواع الجرائم. حسب بقى ما هو واخد حكم، ممكن الولد ياخد حكم 10 سنين مثلا وهو عندي، اول ما بيكمل 18 سنه بيروح السجن الكبار بقى يكمل الفتره بتاعته. هل دي بتبقى احكام مخففه اصلا في الاول عشان هو طفل، ولا ممكن ياخد حكم زيه زي اي واحد بيرتكب نفس الجريمه؟ لا، هو طبعا مفيش اعدام طبعا في الحدث. اقصى عقوبه ل 15 سنه. ما بياخدش، ده اللي بيختلف مثلا. لكن ممكن ياخد حكم شديد، يعني مشدد او حاجه زي كده يعني. طيب خلينا احنا كده، بما اننا كمان حضرتك اول ست تمسكي المؤسسه وعرفنا التعامل، من خلال بقى تعامل حضرتك نروح للفتره اللي ما قبل انه يدخل المؤسسه. اكيد لما بيجي لك اطفال بيبدا بتعرفوا هو عمل ايه، عمله ليه،
بتشوفوا هل هو عنده مشكلة في الأسرة، هل هو طفل شوارع، ولا يعني عايزين حضرتك الكواليس اللي هي ما قبل، انتوا بتدرسوها ازاي؟ طيب هو الولد اول ما بيجي طبعا بحكم محكمة عندنا، اول ما بيدخل المؤسسة بندخله حاجة اسمها قسم الاستقبال. اول ما بيخش الدكتور بيكشف عليه، بيشوف اذا كان عنده مشكلة طبية، الاخصائي الاجتماعي بيقعد يعمل له بحث اجتماعي، يشوف اسرته وظروفه وجاي في قضية ايه، وبيقعد معاه يعمل له البحث ده. الاخصائي النفسي بيقعد معاه عشان يشوف لو الولد عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل اسرية. انا بطلع قبل الاسرة عشان برضو اشوف الولد ده جاي من اسرة شكلها ايه، لان انا ممكن اشتغل معاه جامد جدا ويبقى الاسرة اصلا كلها عندها مشاكل إجرامية إجرامية. فبتبقى عارف الولد ده هيخرج لأسرة شكلها ايه. فكل ولد الأسرة او البيئة اللي هو جاي منها بتحدد احنا هنتعامل معاه ازاي. يعني في ولاد كتير جدا بيبقى جاي بالصدفة، في ولد بيبقى جاي من أسرة وجاي في غلطة، خناقة، حاجات بسيطة يعني، فده بيبقى شغل معاه سهل نوعا ما. لكن اللي مغروز فيه بقى ده اللي بيبقى مشكلة، وبالذات لو هيترحل على السجن. يعني لو هو هيخرج من عندي لا بشتغل معاه. احنا عملنا وحدة اسمها وحدة الرعاية اللاحقة داخل المؤسسة شهر 4 2016. وكان بيشتغل على الرعاية اللاحقة دي قبل كده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، بس مش بحاجة رسمية جوه عندنا. هنروح ليها في وجه الخصوص وتفاصيلها، لكن طيب الاخصائي الاجتماعي والدكتور النفسي وحضرتك لما بتقعدي للاسره بتلاقوا معظم الاسباب ايه ان الطفل ده حصل فيه كده؟ يعني من خلال تحليلكم بتجمعي حضرتك الاخصائي الاجتماعي قال ايه، الدكتور النفسي حضرتك من مقابله الاسره، معظم الاطفال اللي بتيجي دي بيكون الاسباب ايه؟ ظروف فقر، جهل، دول اكتر حاجتين الاسره فقيره جدا، وجهل، ما بيعلموش ولادهم، هم مفيش حد فيهم متعلم، ما عندهمش اي ثقافه للعيب وللغلط فتلاقي نسبه كبيره من الولاد المشكله في الاسره في المكان اللي هم عايشين فيه، لان احنا بنزور على فكره الاسر، الولاد اللي مثلا اسرته ما بتزوروش كل فتره طويله، احنا بنروح بيتهم نزورهم ونشوف ما بيجوش ليه. يعني ممكن بيبقوا مثلا يعني مستعجلين ولا ممكن يكونوا فقراء جدا ومعهمش فلوس يجوا، لان احنا المؤسسه الوحيده على مستوى الجمهوريه، فبييجوا مثلا ممكن في سفر للمرج مثلا عشان يجوا من اسوان او يجوا من اسكندريه او يجوا من، طبعا بتبقى بالنسبه للناس مكلفه جدا. طيب لو برضو ما زلنا في الحته اللي هو ما قبل، هل الأسر دي لما بتتكلموا معاهم بيبقوا عارفين أصلا أنه عمل كده فكان هيدخل الأحداث أو المؤسسة العقابية، ولا مش عارفين أنه كان في عقابة؟ لأن في ناس بتستسهل. لا هو بس أغلب الأسر، ما أنا بقول لحضرتك هم فقراء، فهي برضو هم بدل الأسرة برضو بيبقوا مش راضين عن الولد عمله، لكن هو اللي دفعه لده إيه؟ أنه هو الفقر والجهل. وبيستسهل، واحد بياخده سكة، طب تعالى نجيب مخدرات ونبيعها، طب تعالى نسرق، طب تعالى، فهو بيستسهل، هو عيل عنده 15 سنة ولا 16 سنة، واحد بيجره السكة، ودايما اللي بيجرون بيبقوا أكبر منهم يعني. فبيستسهل إن هو يجيب القرش زي، لكن بيبقى الأسرة رافضة يعني إلا طبعا أسر قليلة جدا لما بشوفهم بعرف إن هم أساسا دي بذات المخدرات، يعني ولد بقى جاي في قضية مخدرات بكتشف بعد كده إن الأسرة كلها شغالة في المخدرات.